تحتفي مدينة الرباط بكونها عاصمة للثقافة الإفريقية، وذلك من خلال إحياء السهرات الكبرى للرباط. فريق لوديجي كان حاضرا هناك ونقل لكم الأجواء كما هي من قلب الحدث. والبداية مع ملك الراي الشاب خالد، والذي هزت بحاته أركان ساحة أولم سويسي بالرباط، وذلك مساء يوم الخميس 22 شتنبر. ووسط أجواء حماسية أطرب الفنان الشاب خالد الجمهور بباقة من أغانيه القديمة والحديثة كذلك، مثل بختة، ديدي، عيشة، هي اللي بغات، وسيلافي. وحجت أعداد غفيرة من ساكنة الرباط وسلا وما جاورهما خصيصا لحضور الحفل الذي عرف تنظيما محكما. ومن الجدير بالذكر أن عدد الحاضرين قد قدر حسب وزارة الثقافة والرياضة والشباب بما يناهز 150 ألف متفرج. وفي نفس سياق لي غران كونسير دو غابا، شاركت الفنانة المغربية الشابة منال بن شليخة في حفل الأمس بلوحات راقصة مميزة. وذلك في إطار الاحتفال بالرباط عاصمة الثقافة الإفريقية. وفاجأت منال الجمهور بصعود الرابور المغربي طانيي ليؤدي معها ديو قلبي انت تجرح وداويه، كما أنها أدت بحزن كبير أغنية بابا إهداء لأبيها المتوفى، الشيء الذي أثر في مشاعر الجمهور. ولا ننسى كذلك مشاركة الرابور الشاب سنور، والذي هو الآخر أمتع ما سمع الجمهور بمجموعة من ليتخاك بحال أجي نقول لك أنا وخداوك ليا. وللتذكير ينتظركم اليوم على الساعة 9 مساء بفضاء OLM سويسي موعد مع الفائز بلو ديسك دوغ الرابر لجراندي توتو، والفنانة النيجيرية آيرا ستار، وأخيرا الديفا المغربية سميرة سعيد. فكونوا في الموعد.